الحمد لله جبنا عالدراري ليتس جو والدراري كامبيوني كامبيوني اولي 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 كامبيوني كامبيوني اولي 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 الاخوان مرحبا بكم فيديو جديد، مرحبا بكم في الحلقه رقم 16. بدينا الدراري المرحله الثانيه من هذا التحدي اللي كنديروا ديال كل نهار فيديو لمده 30 يوم. خويا الزيد كما كتشوفوا اليوم الاناقه والشيكه واللعيب اصلا نورمال. الدراري دخلت لي اللعاقه، الدراري 134 مليون دابا في الكونت بونكير. خويا الزين اف الجيم الاخوان، عندك تشوف عيط راه ما كاين والو في الحقيقه. المهم الاخوان بالنسبه للحلقه ديال اليوم غادي نجيو لكم ثلاثه ديال الماتشات. وي الو تشيلسي بغاوني؟ لا 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 ما مساليش، لا ما مساليش ما مساليش، ما عنديش الوقت تهلا. كيف ما قلت لكم الاخوان اليوم جينا لكم ثلاثه ديال الماتشات. الماتش الاول عندنا في الكاس ديال اف اي كوميونيتي شيلد، واللي غادي نلعبوا ضد كولشستر، واللي غادي نلعبوا معاهم في دور ال 16. فغا الدراري كيف ما جبنا الاولى خاصنا نمشيو ونجيبوها الثانيه، هذه حتى هي خاصنا نمشيو نجيبوها. خويا الزين وشوف المباريات اللي غادي يبقاو ما شنو ما نقدموش حنايا ولا كيفاش. وي الو السلام عليكم، شكون؟ البارسا؟ لا لا ما مساليش ما عنديش الوقت، لا 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 حنا ماشي ديال البارسا، حنا ديال شي حاجه اللي كثر من هادشي. الريال؟ لا لا حتى الريال ما بغيتش، لا 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 السلام عليكم ما عنديش الوقت، دو مع المناجر ديالي. الله يعاونكم الله يعاونكم يا اخوان، هادو تيجيو تيصدعوني الدراري وانا تنسجل الحلقه. حنا مع باريس غنجيو نديو اللقاء ونطلعوا معاهم بريمير ديفيز، نسى بحد ما جانيش التوني والله الا مشيت لشي فرقه اخرى. فكيف ما قلت لكم بالنسبه للبطوله غادي نجيو وغادي نلاقيو كل من لوتون تاون وميدلسبو، هادشي اللي غادي نشوفو اليوم. وايلي وابس قويتو قويتو. وي الدراري ما مابونيش، وايلي على ما مابونيش. اخوان اخوان واش بغيتو نتقلق؟ واش بغيتو تدربزوني الاخوان؟ كتفرج فيا خويا الزين تابونا، علاش ما تتابوناش اصاحبي؟ علاش تابونا تابونا ولا غنقطعو هادشي يا اخوان؟ واش 200,000 ابوني ما غنوصلوش ليها ولا كيفاش؟ يلا الدراري يلا شجعونا الدراري وليتس جو مع هاد ثلاثة الماتشات اللي غادي يكونوا اسطوري ان شاء الله. ليتس جو الدراري. ما غادي نمشيو وغنلعبوا هذا الماتش ديال الكاس اللي خسر كي وداع بطبيعه الحال، فغنديروا واحد التدريبه الاخوان بالزربه وكنطلعوا النيفو 20 وكنحروا ثلاثه ديال النقاط. غادي نمشيو غادي نزيدوها النيشان حركات المهاره، وكيف ما كتشوفوا الا زدناها الدراري غادي تزيدنا نجمه بالنسبه لجيست تكنيك. يعني نبداو ندريبلي وما نبقاش نديرو غير خواف عام، نقدروا نديرو بزاف ديال الحوايج. انا كنت كنصحاب في الاولى ملي كنت غادي نزيد في قوه التسديد غتزيد في اربعه النجمات، ولكن ماشي هي هذيك. دابا هذه اللي غتزيدني في المراوغه، ونبداو نديرو شي لعيبات اللي هما زوينين. ليتس جو الدراري غنزيدو في حركه المهاره، كيف ما كتشوفوا كنطلعوا اربعه النجمات في الجيست تكنيك. ودابا غادي نمشيو مع الماتش ديالنا ديال كولشستر وبيرلي من دوره 16 من الاي اف اي كوب، اللي كيدخلوا لنا بهاد التشكيله ديال الربعه 1-4-1، يعني غيشدوا لنا وسط الميدان لكن غادي نحرهم ان شاء الله. اذا بالنسبه لمهام المباراه الدراري غادي نديروا التسديد على المرمى بطبيعه الحال، خاصنا الماركيو ضروري ضروري ومؤكد، والتلشكي صب خويا الزين وكره بيضاء. او ماي جاد او ماي جاد، ولكن ان شاء الله غنكونوا في الموعد. ليتس جو. دابا الدراري مع اربعه ديال الجيست تكنيك، شوف شوف دابا يحطوا لي كوره غتشوفوا شي لعيبات جداد. شوف اليوم غنلعبوا معاهم باللباق الا من جديد. ليتس جو واتيلا ليتس جو واتيلا، حنا غنمشيو نحاولوا ندخلوا الدراري، نحاولوا ندخلوا وهنايا وسيزو دابا. ليتس جو. اوكي حطينا باس حطينا باس بسيزو. ليتس جو. كنت باغي نماركي الصراحه، كنت باغي نتيريها باش ما نكذبوش، ولكن وي حط لينا باس حتى هي مزيانه حتى هي مزيانه. ليتس جو. سيد اخويا دير هذيك اللعبه ديال ها رجعها بح... اوه بالطالون، الكره كتمشي عند تشيفس. هنا هنا هجمه خطيره، هنا هجمه خطيره لعند تشاتش، وتشاتش وموريتش في حراسه المرمى. كمان موريتش غادير هذيك ها ديك اللعيبه ديال ها عاوتاني، سير هنا دوز هنا. شو شو فهمتي لمسات لمسات الاخوان. دوزة تيلا، شكون هذا؟ ماشي تيلا ماشي تيلا هذا ماشي تيلا، ولاش كنعرفهم الدراري ولاش كنعرفهم؟ ليتس جو ليتس جو فهمتي، نخدمو نخدمو كوفر. ناري إصابة ناري إصابة عاوتاني ناري، وهنا أوه هذا دابا غيخرجني. نو 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 ولا 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 الدراري بالدريب عاد دابا غيتصاب لي دابا. ميمكنش ميمكنش هادشي ميمكنش. اوكي حكيم ما تبقى من المباراة موافق
ليتس جو كنربحوا الدراري الماتش ديال الكاس. انا مكفل ليا اللعاب دابا، دابا انا اش غندير؟ دابا انا شامبيون الدراري ديال الكاس وكل شيء، دابا كيجي لعاب شي تهرس ليا. غنشوفوا الدراري شحال غادي ياخذ ديال الوقت باش انه يرجع. فاش لائق بعد 148 يوم؟ شحال من شهرين؟ رجعي 5 شهور، غنغبروا 5 شهور. لا 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 ما تقولش لي هذه الهضره هذه، ما تقولش لي هذه الهضره هذه، شنو هذا الشيء؟ اذا فعليا الاخوان تم تاكيد الخبر، بيرلي يؤكد غياب داناس عن الملاعب لمده 5 اشهر لاصابه الرابط الصليبي الامامي. او ماي جاد الدراري، بغيت نبكي دابا والله، انا باغي نبكي. السلام عليكم. كيف ما كتشوفوا الاخوان، اصابه لمده اكثر من 5 شهور. ما عرفتش شنو وقع، طحت غيبت وانا مغيبه، قال لي الحكم غتخرج غادي تغيب على المباريات 5 شهور. ان شاء الله وما قدر فعل الاخوان، هادشي اللي كاين. ما بقاوش تشوفوني في الاي اف ال تشامبيونشيب، ما بقاوش تشوفوني في الاف اي كوميونيتي تشيلد، ما بقيتو غتشوفوني حتى شي حاجه. صافي انا رديخ، هادشي اللي كاين الاخوان. كنتمنى من الرفقاء ديالي انهم يمشيو يجيبوا لنا هذه البطوله، وانا ان شاء الله نرجع مني غادي نكون في صحه جيده. شكرا لكم. دان بيرلي وليتن تاون غنديروا ليه محاكاه سريعه بطبيعه الحال حيت انا ما موجودش. كنربحو بجوج زيرو، بقاو نهضرو دابا هاد الحلقة واقيلا غنبقاو نهضرو. ناري ما يمكنش. أوه أنا حزين، أنا حزين. إذا غادي نلعبو دورة الربع مع ساوثهامبتون وبيرلي. الله ما نتقصاوش من الكأس الإخوان، ما عندي ما ندير محاكاة سريعة بطبيعة الحال. وكنربحو كنربحو، ليتس جو دور الربع كنربحو كمان الدراري. وهاد الماتش ديال البطولة مع بيرني وكارديف، وتا هو غادي نديرو ليه بطبيعة الحال خويا الزين محاكاة سريعة. الله نربحو هاد الماتش هذا. ليتس جو الدراري، شنو غادي ديروا؟ 4-1 كمان الدراري، تبارك الله. واخا ما كاينش انا مركز ضروري برونهيل، واخا ما كاينش كيقوموا بواحد الاداء اللي هو جميل جدا. ودابا مع الماتش ديال كوفنتري في البطوله دائما وابدا، غنمشيو بطبيعه الحال شي حاجه اللي ولات نورمال، محاكاه سريعه باش نشوفوا شنو غادي نديروا. وكنربحوه حتى هو ب 4-1. ويلي 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 الدراري عندنا ما كيضحكوش، فهمتي؟ ولاو ناضيين. كاين هادي تقدر تكون خايبه علينا، يقول لنا زعما انت حنا كاع ما محتاجينك، كاع انت كاين ولا ما كاينش راه حنا رابحين. باغي نمشيو مع الماتش ديال ويست بروميتش وبيرلي. انا ما بغيتش نشوف الترتيب دابا، الاخوان رجعوا ان شاء الله من الاصابه. محاكاه سريعه شنو غيديروا؟ ليتس جو 1-0 ويا سلام. اش هادشي مارك اليوم ويند، ليتس جو الدراري. ودابا مع بريستول سيتي، وهاد المره كنظن واقيلا يقدروا يتعادلوا، يقدروا يتعادلوا هاد المره هادي وكيربحوا. يا سلام اش هادشي الاخوان، اش هادشي؟ اوكي كنربحوا بجوج لواحد، والله الا هادشي زوين هادشي. ما بقيتش كندير حتى شي مجهود وكنربحوا. ما بغيتش نشوف الترتيب، لائق بعد 123 يوم. وعندي واحد الاشعار اللي كيقولوا لي خاصك ضروري تستثمر الاموال ديالك، ما تبقاش حاطه دابا راك انت خاصك تلعب. ما نقراش عليكم هادشي هذا حيت طويل بزاف، وغنمشي غنستثمر دابا الفلوس ديالي المعدات الرياضيه، فهمتي؟ غندير لا مارك ديالي الدراري، داناس تي في، فهمتي؟ انا غنوريكم واحد الصبر ديالي غتوصلني غتعجبكم الاخوان. واللي الثمن ديال هذا المشروع هذا 200 مليون خويا الزين، غنحط فلوسي كاملين باش هو تجيني 280 مليون، يعني غنربحوا بزاف ديال الفلوس. فليتس جو الدراري، غناخذ هذا الاستثمار واخا المخاطره عاليه، ولكن يعني فهمتي حنا كنخاطروا، حنا ما عندناش مشكل. غنمشيو غنتقدموا هذه المره مع فريق ميدلز برو، ديروا لها محاكاه سريعه. والله الله يربحوا. يلا الدراري، يلا الدراري، يلا الدراري، يلا الدراري، كمان الدراري 2-1. ودابا مع ميل وول، ميل وول ديما في البطوله، وغادي نديروا محاكاه سريعه بطبيعه الحال. وشنو غادي يديروا؟ غادي يخسروا. جاد او ماي جاد، كيخسروا ضد ميل وول 2-1. الله هادشي ما يكونش هود نفسه ولا ما الترتيب. انا راني باقي مريح الدراري، انا باقي تنتشمش، مصاب ما عندي ما ندير. دابا مع هول سيتي في البطوله دائما، غنديروا محاكاه سريعه. وشنو غيديروا؟ غير ربحوا، غير ربحوا، ليتس جو، غير ربحوا الدراري 2-1 ضروري كيماركي. او الاخوان كيصيفط لي المدرب ديالي كيقول لي بلي يجب ان اعلمك انك لست من بين اعضاء خطتي القادمه هنا في بيرلي، لقد وضعتك على قائمه الانتقالات وساعلمك متى وافقت على عرض لك. نشكرك على وقتك هنا معنا ونامل لك مستقبلا باهرا. علاش؟ علاش هادشي؟ علاش؟ انا اش درت؟ انا جبت لكم الكاس، فين هي الكاس؟ هاي الكاس، جبت لكم الكاس، هداف ديال الفريق، ميير باسور، سمحوا فيا بهالطريقه هذه، حرام.
حرام المهم حطنا الدراري دابا في الانتقالات ما عرفتش شنو غادي يجينا من هنا القدام. المهم نتسناو غنمشيو مع الماتش ديال هودرسفيلد غنديروا ليه حتى هو محاكاه سريعه بطبيعه الحال حيت حنا ما عندناش القدره باش نلعبوا هذا الماتش وكيربحوا 4-1. ليتس جو الدراري ليتس جو خصنا نجيبوا معهم البطوله بعد نجيبوا معهم البطوله بغاو يصيفطونا يصيفطونا حنا ما عندناش مشكل اصلا حنايا واعرين عليهم. شكون هاد بيرلي؟ حنا اللي بينا بيرلي. كان شي واحد كيعرف بيرلي ما كنتيش كتعرف بيرلي واش كنتي كتعرف اللعابه ديال بيرلي ما كنتيش كتعرف اللعابه ديال بيرلي دا ناس وليتي كتعرف الزروري برون هيل تيلا خرجوا لي الدراري الشائعات كيقول لي بلي انا غادي ننتقل. تعامل مع الشائعات المتعلقه بانتقالك المحتمل. الاختيار الاول الدراري كيقول لك وهو انني نقول لكم الدراري زعما في فيسبوك انستغرام ديالي اللي هو انني سعيد في الفريق هذا ولا اجتماع لتصفيه الاجواء مع المدرب نقول لهم شنو الشائعات اللي كيخرجوا عليا ولا الثالثه لوحتوني ونخرج ماشي بحال هادي. انا في دار الدراري ما كنسمعش الناس اللي طلعوني انا كنموت معها وانا نموت معاكم الدراري انتما طلعتوني مهم. بغيت نقول لكم الدراري باللي غادي ناخذ الخيار الاول اللي هو سأواصل القيام بواجبي فحسب. ما سوقناش في داكشي اللي كيقولوا الناس اللي عنده فمو يهدر وكيعطينا 40 نقطه من نقاط المبدع. هل داناس في طريقه لمغادره بيرلي؟ اش هاد الاشاعات تيخرجوا عليا الاخوان انا راه معاكم اربعه ما وصلنيش التوني راه خاصني التوني راه خلصت ب 130 دولار الاول دوب عليه خاصنا الدراري نصوروا في شي لعيبات دابا غادي يصيفطوني بلاتي اخوت بلاتي الله يحفظكم خليوني معاكم شويه غنغادر قبل ما يوصلني التوني انت بلاتي وصلني التوني دابا جبت تبريد وغنمشيو هاد المره مع دور النصف النهائي واللي غادي نلعبوا مع ليستر سيتي دور النصف الدراري من الاف اي كاب وغنشوفوا الدراري شنو غنديروا يا ربي بدعواتكم الاخوان يا ربي يا ربي ليتس جو ليتس جو كنربحو كندوزو للفينال الاخوان كمان دابا انا ما عرفتش واش نفرح ليهم ولا نكعب حيت دابا بلا بيا كيربحوا الدراري راه ما بلانش راه غادي يخرجوا عليا بحال هكا يقولوا هذا راه ما بقيناش محتاجين داك داناس داك داناس صافي استعملناه دابا خصنا ندوزو نشوفوا شي حاجه اخرى. ودابا حاليا الاخوان في المرتبه الاولى ب 92 نقطه وتحتنا بلاك بيرن روفرز ب 84 نقطه فارق 8 ديال النقاط وهذا الماتش عندنا معاهم هما هادو اللي كانوا من الاول هما مبرسطينا فكيخصنا اننا نربحهم باش صافي نهيو الموسم بصفه نهائيه ونكونوا ان شاء الله الابطال. خاصهم شي يقلصوا الفريق بالروج ولا شنو غنديروا في هذا الماتش هذا غادي يتعادلوا سي نورمال غادي يتعادلوا كلشي غيتلعب على الاخر ديال البطوله. هذه المره مع بلاك بول ما بقى لنا والو الدراري وسالي البطوله يعني البطوله غتسالي دابا غتسالي البطوله وكنربحوا بجوج صيرو ليتس جو الزرور تي ماركي وبروهيل. او دابا الاخوان النهائي ديال اف اي كيمينيتي شيلد الدراري غنلعبوا مع نيوكاستل. نيوكاستل هذا الفريق هذا اللي يقدر يجي ليه رونالدو واحد النهار حيت نيوكاستل والنصر مجموعين. المهم ماشي هذا هو الموضوع وحكايات سريعه على نيوكاستل وبيرلي. كنت باغي نلعب هذا الماتش كنتمنى اننا نكون ما بين الاساسيين في هذا الفريق هذا باش نلعب هذا الماتش باش اننا نجيب لهم كاس اخرى لكن قدر الله وما شاء فعل. اليوم هما بلا بيا كنتمنى من الله عز وجل اننا نحققوا هذا اللقب يا ربي يا ربي. تضيعوا الكاس كيف ما كتشوفوا سان ماكسيما كيف تتح التسجيل في الدقيقه 8 وين كيزقل بيلانتي حمار انا ما كنزقلوش حنا البيلانتيات الاخ وكيرجع وكيسجل في الدقيقه 27 كيعدل النتيجه الا ان نيوكاستل كتجي وكتفوق عاوتاني ببوتمان وكيسجل في الدقيقه 54 الا ان الزروري له راي اخر وكيرجع وكيعدل النتيجه في الدقيقه 75 صراحه بقاو مضاربين ما عليهمش الا ان سا ماكسيما كان له راي اخر كيرجع في الدقيقه 81 وكيسجل هدف الفوز والانتصار. ماشي مشكله الاخوان كتضيع هاد الكاس هادي كنتمنوا ان البطوله نحقوها يا رب. اذا كيف ما كتشوفوا هاد الكوب هادي شحال زوينه مشات لينا الدراري نيوكاستل الدوالي بغاو يقتلوا الموهبه شافونا موهبه شافونا سفاحين غاديين بغاو يقتلونا وانا بقى ليا الدراري شهرين و10 ايام ورجع 71 واخيرا كنوصلوا لاخر مباراه في هاد البطوله واللي هي ضد ساندرلاند. الا ربحنا فاحنا رسميا بطل للدوري وغنطلعوا للدرجه الاولى الاخوان يا رب. الله الدراري بيرلي ساندرلاند محاكاه سريعه شنو غادي يديروا كيربحوا بيرلي وليتس جو بطل الاي اف اي تشامبيونشيب ليتس جو ليتس جو. واخا ريحنا الدراري اكثر من 5 شهور الا اننا كنحرزوا هداف البطوله بالرصيد ديال 33 بيت من اصل 30 مباراه. ليتس جو الدراري هداف الاي اف اي تشامبيونشيب يعني غتجي فينا شي فرقه انا كنوعدكم. ما كتشوفوا في الترتيب 99 نقطه يا سلام يا سلام له 100 بيت ماركينا 100 بيت الاخوان ترى لاعبين الباسكيت ماشي كوره. وبلاك بيرن هما تانيين ب 88 نقطة فزعناهم 11 نقطة. موسم رائع موسم لا ينسى وسيبقى راسخ في الذاكرة. وكيف ما كتشوفوا فاحنا دابا رسميا في البريمير ليغ الاخوان يا سلام تصفيقات الاخوان على هذا المجهود اللي درناه الدراري في 15 يوم
صراحة مجهود يقدر ويحترم. درنا بزاف ديال اللعيبات والحمد لله قدرنا أننا نحققوا الهدف المنشود وهي البريمير. دابا غنمشي والدراري غنديروا تقدم، راني بحالي بحالكم ما عارف شنو غادي يطرى من هنا لقدام الدراري. زيد 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 انا راه فهمتي اللائق ديالي راه بدا كينزل. هاي 52 51 50 49 زيد زيد اخويا سير. انا اخويا داك الساندويتش هذا ما عارفش كيفاش غادي يرمى داك الساندويتش اخويا. ما لعبنا ما درنا حتى شي حاجه هذا الماتش هذا والله. المهم بصحتكم الاخوان بصحتكم. نهاء الموسم صافي علينا الموسم هي خذ فيكم الحق. بالنسبه للبروجي اللي كنا درنا حطينا فيه 200 مليون وجاب لنا 270 مليون، عندنا 273 مليون في الكونت بوركين. شوف العاقه درنا سالين. ها هي الدراري العاقه هاي هي اللي عندي 100 اورو باش ندوزو الشهر. اذا غادي نديرو انهاء الموسم، ما كناش باغيين نساليو بالطريقه هذه ولكن من الخير انهاء الموسم. كرة القدم لماذا نحبها؟ نعود من الأول الدراري. الله نحب كرة القدم لأنها مليئة بالأحاسيس، مليئة بالأفراح، مليئة بالأحزان. فنحن شعب يعشق كرة القدم، نحن شعب نستنشق كرة القدم، فلهذا نحن نحب كرة القدم. ليتس جو. مليت أنايا، واش نبقى مريح الدراري؟ صافي طلع لي هادشي في راسي. لا الدراري جاني عرض من مانشستر يونايتد الدراري. لقد قبلت مؤخرا عرضا من مانشستر يونايتد وقد فاوض مدير اعمالك على راتب وقدره 90 مليون ليتس جو اسبوعيا. ويلي 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 وغيعطيونا 56 مليار الدراري، مليار باش يشريونا من بيرل. الدراري ما عرفتش نتوما اللي غادي تقولوا لي. ارجو ان تؤكد لي ان كنت تقبل بهذا العرض وان كنت ترفضه هو البقاء مع بيرني. مع تحياتي بيرلي مانجر. جانا عرض الدراري من مانشستر يونايتد. قلت لكم كريستيانو الدراري، كريستيانو مشى من مانشستر مشى للنصر، جابوا كريستيانو جديد. الناس اللي كتقدر الموهبه، الناس اللي كتعرف بقيمه الابداع وبقيمه شي حوايج كديرهم ما يقدرش يديرهم اي واحد. شكرا لكم يا مانشستر. انا كنظن الدراري غادي تسالي الحلقه ديالنا اليوم هنايا. انا بغيتكم كاملين الدراري، انا ما غندير شي حاجه، نتوما اللي كتقرروا نريحوا مع بيرلي ولا نمشيو لمانشستر يونايتد. كان معكم داناس، تنقول لكم تهلاو.